يعمل خفر السواحل على توفير السلامة البحرية لكافة مرتادي البحر من خلال عدد من الإجراءات، من بينها الحملات التوعوية والإرشادات، بالإضافة إلى عملية تسجيل السفن التي عملت عليها خفر السواحل خلال الفترة الأخيرة. ضمن المنظومة الأمنية الشاملة والتي تستهدف تعزيز الأمن الشامل في كافة ربوع الوطن، يعمل خفر السواحل على تأمين الحدود البحرية والمياه الإقليمية، بالإضافة إلى تحقيق السلامة البحرية لكافة مرتادي البحر، وذلك من خلال دوريات بحرية على مدار الساعة يعززها في ذلك مشروع السياج الأمني الإلكتروني. يجب على جميع ملاك القوارب والدراجات البحرية تسجيل جميع هذه العائمات في قيادة خفر السواحل، ويأتي تسجيل هذه علشان ان الواحد يقدر يثبت ملكية القارب ماله على مدى العمر، عساس انه لو يكون يعني لو اي واحد يستوقفه في البحر يقدر يثبت ان هاي القارب ماله. ايضا حبذا لو ان الانسان قبل مغادرة المرفأ الاتصال بقيادة خفر السواحل او بالارصاد الجوية للتأكد من الأرصاد الجوية في الوقت اللي هو بيطلع فيه. أيضا من النصائح طبعا عدم تجاوز المياه الإقليمية، يعني مثل ما تعرف احنا بيننا وبين في دول مجاورة، فيجب عليك ان انت ما تقادر المياه الإقليمية البحرينية، ويجب عليك ان انت لما تروح تستانس او تروح تحدق او تروح تسوي اي شيء في البحر في حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين. وبالتوازي مع هذا الجهد الميداني وتطبيقا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، عمل خفر السواحل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل السفن الصغيرة، وهو ما رافقه لقاء موسع مع ممثلي شركات الغوص التجارية ورحلات نقل الركاب السياحية. تسعى قيادة خفر السواحل دائما في تطوير سبل الأمن والسلامة، وأن القانون الجديد رقم 2 لسنة 2018 نظم عملية تسجيل السفن، وأن شعبة التسجيل والترخيص تقوم بتسجيل جميع السفن في قيادة خفر السواحل، وأن قيادة خفر السواحل تقوم بخدمة فحص السفن للتأكد من صلاحيتها للإبحار وأدوات السلامة قبل ترخيصها، وتركيب جهاز التعرف الأوتوماتيكي لضمان سلامة مرتادي البحر. وننصح جميع مرتادي البحر قبل المغادرة التأكد من الأحوال الجوية ووجود أدوات السلامة. احنا اليوم هنا متواجدين في فرضة صيادين في المحرق، معاونة شباب خفر السواحل ما قصروا، جاء وسجلوا لي الطراد وجزاهم الله خير، وهذا الشيء يفيدني حق سلامتي في البحر، ولازم يكون عندهم خبر ان انا طالع ولا راد، واي مكان اكون انا متواجد ولا معنا الكامل البحريني متوهق يكونون على علم. تبقى السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تتحقق بالتعاون بين خفر السواحل وكافة مرتادي البحر، فالتعاون والتجاوب مع الإرشادات والحملات التوعوية مسألة بالغة الأهمية من أجل أمن وسلامة الجميع.